شكرا سيد الرئيس، وأن تكون آخر المتحدثين هذا ليس جيدا، لأنك كل ما تسمع لأحد المتحدثين الأعزاء يتحدث فتعدل من الأفكار حتى لا تكرر، فتجد آخر يأخذ ذات الأفكار، ولذلك تجدني في موقف حرج جدا. وقد أما هذه الجلسة ثلة من المفكرين والعلماء. على كل حال سأحاول في هذه الدقائق العشر أن ألخص شيئا علّه يكون مفيدا. الجزء الأول، أولا دعني أشكر أستاذ زياد وكذلك الأخ رئيس المجموعة العربية واليونسكو على هذه الندوة التي تأتي في الزمان والمكان المناسب، وأعتقد أنها ستسهم كثيرا في الطريقة المثلى لاحتواء معالجة آثار التطرف ونشر التسامح، خاصة وأني من أولئك الذين يقولون أن مواجهة العنف بالعنف لا يحل مثل هذه المشاكل. أقول أولا بالنسبة للدين، وكما جاء في العنوان الدين والمحرمات أو المقدسات، ويمكن أن دعني أقول تعبيرا آخر، هل نسميه الدين والمقدس الديني أو الدين والمسلمات أو الدين والثوابت؟ وكل من هذه لديها معاني محددة. أنا أميل إلى أن أتحدث عن ثوابت الدين، ذلك لأن عندما أقول ثوابت الدين تتيح لي الحديث عن المتغير في الدين. وأقول أننا عندما ننظر للدين بأنه فيه ثوابت وفيه متغير، نجد أن المتغير كثير جدا مقارنة بالثوابت الدينية. والثوابت معظمها يأتي في العبادات، والمتغيرات تأتي معظمها في المعاملات. والدين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة. وبالتالي من خلال هذا الفهم نستطيع أن نقول أننا بدلا أن نفكر في الثوابت أو المقدسات في مواجهة الآخر، دعنا نحاول أن ننفذ إلى ما هي المشتركات التي يمكن أن تجمع أصحاب النظريات وأصحاب المعتقدات، أصحاب الإيمان وغير المؤمنين. وأنا أعتقد أن هناك الكثير في هذا الفهم، إطار هذا الفهم، أن هناك متغيرات، والأصل هي المتغيرات من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، التي يمكن أن نجعل منها مشتركا إنسانيا كخطوة أولى يجمع بين أبناء البشر جميعا. ذلك لأن المشترك هو الإنسانية والقيم الإنسانية المشتركة التي إن استطعنا أن نعززها فنحن إلى حد كبير نستطيع أن نخفف من غلواء التطرف ومن غلواء التشدد. كثير من الأشياء التي تأتي تحت هذا العنوان، لو تحدثنا عن الأخلاق، لو تحدثنا عن إعانة الضعيف، لو تحدثنا عن رفع الظلم عن المظلوم، لو تحدثنا عن مساعدة المسكين واليتيم والمريض، لو تحدثنا عن تحقيق العدالة والمساواة، كل هذه هي موجودة في الأديان، ولكنها يمكن أن تندرج تحت العنوان العريض الذي يمكن أن نسميه الإرث الإنساني، القيم الإنسانية التي تجمع المتدينين وغير المتدينين، وتجمع المتدينين على اختلاف أديانهم المختلفة، سواء كانت يهودية أو نصرانية أو إسلامية أو حتى بوذية. ولو استطاعت اليونسكو أن تعزز المشترك الإنساني بين بني البشر تكون قد خطت خطوة مهمة جدا في سبيل تخفيف حدة التطرف. وأنا أقول هذا وأستند على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر حلفا في الجاهلية قبل الإسلام، سمي بحلف الفضول،
يدعو إلى مكارم الأخلاق، ويدعو إلى إعانة الضعيف، ويدعو إلى نصرة المظلوم. ورسول صلى الله عليه وسلم قال: حلف دعوت له في الجاهلية في بيت عبد الله بن جدعان، لو دعيت له في الإسلام لأجبته. هذا يعني أن هناك قواسم مشتركة تجمعنا جميعا، علينا أن نعززها. ومن هذا أقول نعم هنالك مشكلات. أنا أخذ مشكلة الإسلاموفوبيا والوستوفوبيا. الوستوفوبيا في الشرق عندنا، والإسلاموفوبيا في الغرب. الإسلاموفوبيا سببها ممارسات قادت إلى مظالم في الوستوفوبيا سببها ممارسات قادت إلى مظالم في الشرق، ليست لديها علاقة بالدين. أما الإسلاموفوبيا سببها جهل بالدين وممارسات لبعض المتطرفين أو الجاهلين بالدين، فهمها الغرب وكأنها هي الدين، وبنى عليها أن هذا هو الدين، وخلق منها ما يسمى بعملية الإسلاموفوبيا. فإذا نحن كما ذكر الأخ عبد الخالق علينا مسؤولية، كيف يمكن أن نعالج هذه الإسلاموفوبيا؟ وأنتم عليكم مسؤولية، كيف يمكن أن تعالجوا هذه الوستوفوبيا الموجودة في الغرب، والتي واحد من أسباب التطرف الموجود في الشرق؟ لأن هذه مظالم ليست مظالم أفراد، وإنما مظالم دول. استعمار تم، أرض فلسطينية ما زالت مقتصبة، هؤلاء الشباب أنا لا أبرر فعلهم، لكنهم عندما ينظروا إلى ذلك قد يجدوا فيه بعض المبرر الذي يقولون أننا قد يئسنا من عدالة تأتي من الغرب فلنأخذها بأيدينا، وعندئذ ينتشر التطرف. أقول هذا، وأقول أيضا أن الدين بالعكس يحاصر مداخل التطرف والعنف. يحاصرها كيف؟ يحاصر بأن يمنع تلك التي تقود إلى النزاع، والتي تقود إلى العنف، والتي تقود إلى التطرف. يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر بعضكم من بعض ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا من إلى آخره. كل هذه تدل على أن الدين من حيث هو دين هو يحاصر مداخل التطرف. طيب إذا انتقلنا إلى السؤال التالي من الموضوع المطروح، وهو كيف ننمي ثقافة التنوع ومحاربة التطرف. وأقول أول شيء نحن لابد من أن نسعى لنشر ثقافة الحوار، والحوار ليس فقط حوار بين الثقافات أو حوار بين الأديان، ولكن حوار في القضايا الوطنية التي تمنع التطرف في داخل الوطن، حتى لا يكون التطرف قضية عابرة للقارات. وأضرب مثل من السودان. السودان رغم ما فيه من مشاكل ورغم ما فيه، لكن في الأسبوع الفائت أنا حضرت منشط كالآتي، لعلكم جميعا سمعتم بالدكتور حسن الترابي وكذلك الدكتور منصور خالد، كلا الرجلين درسا هنا في باريس ونالا الدكتوراه في القانون، واحد صاحب مشروع قيام الدولة الإسلامية في السودان وعمل له إلى أن توفي قبل أيام، والثاني صاحب مشروع علماني هو مشروع السودان الجديد وعمل له حتى قبل أيام. نحن قبل أيام أبنا أحدهم وكرمنا الآخر، وجدت أحدهم الدكتور منصور خالد في عزاء الدكتور التراب وهو يبكي على الدكتور التراب، ووجدت ابن الدكتور الترابي في تكريم الدكتور منصور خالد وهو موجود وجاء للحضور التكريم، رغم الفارق ما بين أقصى اليمين وأقصى اليسار. أنا أعتقد أن الذي جعل ذلك ممكنا هو انفتاح عملية الحوار،
كل ما كان المجتمع منفتحا، كل ما كان يتيح عملية الحوار، كل ما خفف حدة التطرف. نحن كان لدينا عناصر في القاعدة تم اعتقالهم، ولكن في داخل السجون جرت بينهم وبين عدد من المفكرين والعلماء حوارات. أكثر من 90% منهم خرجوا واستعدلت أفكارهم وعاشوا حياتهم الطبيعية. طبعا البعض منهم خرج وواصل حياة التطرف، ولكن في خارج السودان، سواء في الصومال أو في مالي أو في سوريا. ولكن الشاهد أنه أكثر من 90% منهم بالحوار عادوا إلى 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 رشدهم وإلى ورد. ولذلك أنا أقول أول ما تفعل اليونسكو هو نشر ثقافة الحوار، والحوار في القضايا الوطنية حوار الثقافات والأديان، وليس صدام الحضارات كما يطرحه بعض المفكرين الغربيين وهيمنة الثقافات وهيمنة الحضارات. هناك نقطة يجب أن لا ننساها، تحدث عنها أحد المتحدثين، وهي موضوع تحقيق العدالة والحكم الرشيد ودولة القانون، حتى يطمئن كل مواطن بأنه لا يحتاج أن يستخدم وسيلة غير قانونية لكي ينال حقوقه، سواء كانت هذه الحقوق سياسية كما يحدث في فلسطين، أو حقوق خاصة بالأقليات أو بالمجموعات. والدين هنا ما في دين إلا وهو يدعو إلى بسط العدل والمساواة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه كلها هي الآيات التي تدعو لذلك في الدين. أنا أقول أن الدين علينا أن نفهم بأن الدين يجب أن يفهم فهما صحيحا، وعلينا أن لا نجعل الدين هو الفهم التفسير الخاطئ للدين الذي يقود إلى هذا التطرف. التطرف موجود في الأديان وموجود منذ أن خلقت البشرية، منذ آدم وحواء لما جابوا قابيل وهابيل، وجاء قابيل قتل هابيل كما موجود في الكتب السماوية، بدأت عملية التطرف. ولكن كل الأديان تدعو لاستخدام العقل. يا أيها الذين آمنوا إذا استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. والعلماء قالوا السلطان هو سلطان العقل. والقرآن الكريم آياته تنادي يا أولي الألباب يا أولي الألباب. شكرا جزيلا سيد الرئيس.